الرجاء شايف انه استعاد جزء كبير جدا من فورمته، هل جمال السلام المدرب ليه دور في ده؟ الرجاء بعد موضوع الكورونا، بعد العودة من الأجازة الطويلة بسبب الكورونا والعودة للدوري، رجع بشكل مغاير جدا. نعم. جمال السلامي مدرب قدير، مدرب عنده خبرات كبيرة، اشتغل مع هيرفي رينار، كان مدرب منتخب المغرب المحليين، اشتغل مع منتخب المغرب تحت 17 سنة. نعم. من المدربين اللي بحبهم جدا، واخد خبرات، عنده خبرات كبيرة جدا، بيجيد التعامل في البطولات الكبيرة، البطولات القارية الكبيرة. فرقة الرجاء رجع بشكل مختلف جدا، حميدة حداد ظاهر بشكل عالي جدا، بيأدي أداء كبير، عبد الإله الحفيظي، سفيان رحيمي، رغم غياب بدر بنون في بداية اللقاءات في البطولة المحلية، لكنه عاد. اللعيبة الأفارقة رجعوا، واللعيبة الأفارقة رجعوا، لا لعيبة الرجاء ظاهر بشكل مختلف بأداء مميز. بنشوف النهاردة عمر بوطيب، بنشوف سند الورفالي في قلب الدفاع. لا، الوداد الرجاء جاهز، فرقة جاهزة. يعني شايف الرجاء هيكون منافس قوي وند كبير للزمالك. تدريب باتريس كارتيرون قبل كده للرجاء مخليه شويه قاري فرقه الرجاء. نعم. وعارف مفاتيح اللعب وازاي بيعرفوا يتعاملوا في المباريات، لكنه تظل النسبه متساويه للفرق الاربعه، اهلي، وداد، زمالك، رجاء. انا شايف يعني الماتشين هيبقوا صعبين جدا، سواء على الاهلي او سواء على الزمالك. زي ما قلت لحضرتك، يعني نتمنى النهائي ان شاء الله يكون نهائي مصري خالص، البطولة يعني للأهلي او للزمالك ان شاء الله. سؤال